المرأة كلها عورة إلا وجهها، حتى يقول لا، متى وفي أي الأوقات يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟ قول عمر هذا لا أعرفه. لا، هو المرسل عمر عوض سراج. نعم. طيب، يعني يقول عمر السائل، نعم، أقول إن القول بأن المرأة عورة إلى وجهها إنما يصح هذا في الصلاة، إذا صلت المرأة الحرة البالغة فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها، إلا إذا مر الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لها، وهذا ما نعنيه بالأجانب، إذا مروا قريبا منها فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو كانت تصلي. لا. فإذا نقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا للرجال غير المحارم، فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ولو كانت تصلي. نعم.